وللمزيد أيضا ينضم إلينا من غزة مراسل الحدث خضر الزعنون. أهلا ومرحبا بك معنا خضر. خضر، كيف هي الأوضاع في غزة وفي الشمال بشكل عام؟ ما الذي يجري الآن على الأرض؟ نعم، يعني المناطق الشمالية لوادي غزة وتحديدا في المنطقة الغربية من مدينة غزة، ولليوم الثاني على التوالي بعيدة رأس خضر من منطقة الرمال. نعم، أنا أسمعك. تفضل. من المناطق الغربية لمدينة غزة، وخاصة من حي الرمال ومنطقة تل الهوى والشيخ عجلين ومنطقة أيضا الصبرة، تكشف حجم الدمار الكبير، حيث أيضا الأعداد من الضحايا الذين كانوا سقطوا خلال العملية العسكرية في تلك المنطقة. هذا اليوم تم انتشال العشرات من الضحايا الفلسطينيين من عدد من الشوارع ومن الطرقات في المناطق الغربية، وتحديدا من منطقة تل الهوى ومنطقة الرمال ومربع الجامعات، تحديدا منطقة أيضا الكتيبة ومنطقة دوار أبو مازن وأنصار. وتم نقل هذه الجثامين للضحايا إلى مستشفى المعمداني الذي يعني تكدست به هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا في هذا المستشفى. كل ذلك أيضا يأتي في ظل حالة وأوضاع صحية وطبية صعبة تحياها المستشفيات هنا، خصوصا مستشفى الشفاء الذي كان يعني ضمن الحصار الإسرائيلي في المناطق الغربية لنحو 13 يوما من العملية العسكرية في المناطق الغربية من مدينة غزة. أيضا مستشفى المعمداني يعاني من أو من يعني نقص في الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية، إضافة أيضا إلى نقص في الكادر الطبي، حيث لا يتوفر أطباء متخصصين، وبات مستشفى المعمداني هو المستشفى الرئيس في المناطق التي هي في مدينة غزة لأحيائها المختلفة. لكن على صعيد أيضا الغارات والقصف الصاروخي والمدفعي، الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت شنت خلال نهار هذا اليوم يعني عدة غارات طالت عدد من منازل المواطنين في حي الزيتون وأيضا حي الصبر، ما أدى إلى سقوط على الأقل 10 من الضحايا، إضافة أيضا إلى أنه كان هناك قصف للمدفعية الإسرائيلية لحي الصبرة وأيضا منطقة تل الهوى، وأيضا استهدف ذلك عددا من منازل المواطنين ووقع إصابات في صفوف الفلسطينيين. أما في المناطق الشمالية من قطاع غزة وتحديدا في بلدة بيتاية، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط المستشفى الأندونيسي في هذه البلدة، لكن دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين. كل ذلك يحدث أيضا في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها ويحياها المواطنون في المناطق الشمالية لوادي غزة، مع انعدام وصول أي من الشاحنات المحملة بالمساعدات لهذه المناطق، حيث أن الجيش الإسرائيلي كما قال أنه يريد أن يدخل هذه المساعدات عبر مغبر بيت حانون إيرز إلى الشمال من القطاع، وأيضا عبر مغبر المنطار كارني إلى الشرق من مدينة غزة، ولكن لم تصل أي من المساعدات ولم يدخل الجيش الإسرائيلي أي من المساعدات للمناطق الشمالية من وادي غزة، وبات المواطنون هنا يعيشون المجاعة الحقيقية بعينها في تلك المناطق الشمالية. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من غزة، كنت معنا مراسل الحدث خضر الزعنون.